السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لكل جديد. والآن نوفيكم باليوم طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة والإسكندرية 33 وأسوان 45. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. ومتوقع اليوم أن يشهد اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28، الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31. وبهذا قد أوفيناكم بطقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة والإسكندرية 43 وأسوان 45. لا تنسوا اشتراك القناة في زر الجرس وعمل بلايك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.